بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم مع قناتكم. الشرح بسيط واستكمالا لما بدأناه لما بدأناه عن الأموال، وتحدثنا عن أفضل نظام لإدارة المال وكيف أحافظ على أموالي، وأيضا تحدثنا في فيديو آخر عن شرح بسيط لتوفير فلوسك وكيفية تكون مبدع في الإدارة المالية. النهاردة بنتكلم عن إزاي أحوش فلوس من أشياء بسيطة جدا، وإيه الفرق بين عقلية الفقير وعقلية الغني في الشراء. أهلا ومرحبا بكم مع قناتكم. لو كنت أول مرة تشاهدنا، شاركنا اشتراكك في القناة وتفعيل زر الإشعارات، وأيضا لا تبخل علينا بلايك شير. ونبدأ. مقولة مشهورة جدا عند أكثر الناس المهتمين بالمال، وهو اشتري اللي أنت محتاجه ولا تشتري اللي نفسك فيه. لابد أنك تعرف إن الإنسان بينفق الأموال في عدة طرق. الطريقة الأولى أو المجال الأول بمعنى أصح هو الأشياء الضرورية اللازمة لبقائه على قيد الحياة، بمعنى لابد أنك تشتري الطعام والشراب والدواء، وده شيء أساسي. الشيء الثاني هو الأشياء التي تحل مشكلة في حياتك، بمعنى أنت عايز تغسل ملابسك وبتشتري غسالة، عايز تحافظ على بقايا الطعام أو تحفظ الطعام بطريقة صحيحة وما يفسدش الطعام، فبتروح تشتري تلاجة. إذا هذه الأشياء بتحل مشكلة عندك في حياتك. أنت عايز تروح شغلك والمسافة طويلة وعايز توفر فلوس، فبتروح تشتري دراجة هوائية، وهكذا. الشيء الثالث وهو اللي بيضيع فلوس كتير عندنا هو إن أنا نفسي أشتري كذا فبتروح تشتريه، أنا نفسي أشتري كذا فبتروح تشتريه، فيه موديل طالع كذا أنا أروح أشتريه، عايز أغير المحمول لموديل طالع جديد بروح أشتريه أو أغير، وهكذا. إذا الأشياء في البند رقم 3 اللي هي أنا بشتري اللي نفسي فيه. والحقيقة إن لو وفرت واستخدمت هذه القاعدة إنك تشتري اللي أنت محتاجه، هتوفر جزء كبير جدا من أموالك وفلوسك وتستطيع توفير الأموال. دي نقطة مهمة جدا وهي النقطة الأولانية، وشرحناها اشتري اللي أنت محتاجه ولا تشتري اللي نفسك فيه. النقطة التانية والمهمة لتحويش الفلوس هي ادفع لنفسك أولا. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الفقير يصرف وإذا بقى شيء يحوشه، ولكن الغني يحوش الأول الجزء اللي مفروض إن هو يحوشه ثم يصرف وما تبقى بعد الإنفاق. فدائما الأغنياء أو اللي بيحوشوا فلوس دايما عنده 10% بيطلعهم الأول من دخله أو مرتبه أو أي فلوس دخلاله، يقول لك دي بتتحوش تيجي على جنب وبعدين نصرف نفسنا بالباقي. وبكده دي النقطة التانية، وهي ادفع لنفسك أولا قبل أن تصرف أموالك. النقطة التالتة، انظر إلى البنود اللي بتصرف فيها شيء متكرر. بمعنى إيه؟ لو أنت بصيت لحياتك هتلاقي فيه أشياء دائما بتتكرر، زي شرب القهوة والشاي، الجلوس على القهوة، اشتري سندوتشات من خارج البيت كل يوم. هذه الأشياء التي تتكرر وغيرها يمكن انك لو حسبتها هتلاقي انك ممكن بتصرف على هذه الاشياء البسيطة ما يعادل مرتب شهر او شهرين على طول السنة، وبالتالي لابد انك تقلل منها او تجد بديل ليها او توفر بكده فلوس كتيرة جدا وجزء على جزء، فبتلاقي الاشياء بتتكرر وبتتراكم وبيبقى معاك مبلغ. إذا دي النقطة الثالثة، وهي انظر إلى البنود التي تصرف فيها فلوس متكررة وحاول إنك تقلل منها. النقطة الرابعة والمهمة، كثير جدا من الناس، وهذه عقلية كل أو معظم الناس، إنك بتشتغل علشان تجيب فلوس ولما تجيب الفلوس تصرفها. هذه العقلية لابد إنك تغير منها شيء إلى حد ما، وهي إنك انا بشتغل عشان اجيب فلوس واخد جزء من هذه الفلوس استثمره او اشغله بالمعنى العادي والعام، وبالتالي
أما أشغل جزء من هذه الأموال أو من هذا الفلوس أقدر أصرف من العائد اللي أنا حصلت عليه. بمعنى لو أنت معاك 1,000,000 جنيه أو مبلغ من المال وحبيت تشتري منزل، هذا المنزل متدفعش تمنه كاش ولكن ادفع تمنه قسط. ليه ادفع تمنه؟ احاول انني ادفع تمنه قسط. اولا المنزل اجيبه بدفع منه قسط، ااجره اخد ايجاره احطه في القسط بتاع المنزل، بعد سنة المنزل سعره كعقار هيزيد، وبعد هذه السنة بعد ما سعره زاد اصبح عندي ربح من سعر المنزل. الشيء التاني اصبح عندي توفير في الفلوس لان المنزل بدأ يجيب لي دخل من الايجار بسدد منه جزء. بعد سنتين هتلاقي معاك المنزل زايد سعره وايضا الفلوس اللي معاك ما نقصتش كتير. اذا لابد انك تشتغل وتجيب فلوس، جزء منها لابد انك تستثمره، ومن الاستثمار تبدأ تصرف. جيب فلوس اشتري شهادات استثمار، شهادات الاستثمار فربح ربح اصرف منه. ده امثلة على لازم انك تشغل فلوسك علشان تجيب لك فلوس، شغل فلوس عشان تجيب فلوس، وده عقلية الناس الاغنياء، مش اشتغل عشان اجيب فلوس عشان اصرف. بكده ونكون وصلنا الى هذه العوامل المجتمعة واللي انت عن طريقها يمكن انك تحوش فلوس. رزقكم الله من حيث لا تعلمون، وأتمنى طبعا لكم جميعا الغنى والسعادة والصحة والعافية. شكرا وإلى اللقاء.